لا ولا ابن الروح القدس الان واحد امين. بنستكمل سلسلتنا اللي قايمه على فكره الحوار، والنهارده معانا يعني اثنين مش هقول ضيوف يعني طبعا لانهم مش غرب ابدا عننا، لكن اللي هيكون المتكلمين النهارده ابونا جيكوب زكي من كنيسه مرجرجس في مينيابوليس، ودكتور عاطف معوض طبعا برضو مش غريب عندنا ابدا كنيسه ماري موروس هنا في شيكاغو. الحقيقه الاثنين المتكلمين المره دي نقدر نقول عليهم ايه، متخصصين يعني، لانه موضوع عن الكرازه موضوع الحقيقه مهم، فالحقيقه اخترنا ان اللي يتكلم فيه اثنين يكون لهم خبرات كبيره في موضوع الكرازه، يعني ابونا جيكوب والدكتور عاطف من المهتمين جدا بموضوع الكرازة، وقاموا فعلا برحلات كرازية كتير في أفريقيا وفي أماكن أخرى غير أفريقيا، فبيسعدنا جدا إنهم يكونوا موجودين معانا، وبرضو المجال مفتوح لأي أسئلة من الحاضرين في الزوم أو حتى على اليوتيوب. هاني هيقوم بإدارة الحوار، وبرضو لو في أي أسئلة هيقدر يتلقاها زي ما بقول خلال اليوتيوب أو خلال الزوم. نشكر أبونا جيكوب جدا، وبنشكر الدكتور عاطف وعلى محبتهم وعلى قبولهم الدعوة بتاعتنا. شكرا يا أبونا، وأهلا وسهلا أبونا جيكوب، وأهلا دكتور عاطف وطنط فريال طبعا منورنا. زي ما ذكر أبونا مرقص، إحنا هنقوم بالأسئلة، كل سؤال يعني بالتناوب طبعا، لو في أي تعليق بعد الرد على السؤال من أي من الأطراف للإضافة أو للإيضاح طبعاً يعني مسموح. سؤال لأبونا بعد إذنك أبونا جيكوب، إيه هو مفهوم أو تعريف الكرازة، أو نقدر نقول مثلاً التبشير والتلمذة يعني، وهل هناك اختلاف لو حبينا إن إحنا نتكلم عن التعريف؟ شكرا استاذ هاني. سلام يا استاذ ابونا قابل، ايادي كل سنه وانتك طيب، كلكم طيبين. بلا يا ابونا، ربنا يخلي قدسك بركتنا يا ابونا. ربنا يخليك. دكتور عاطف فريال، جود تو سي يو. انا بعتذر، انا ما ذكرتش دكتور فريال، فانا اسف في بدايه، لكن يعني دكتور عاطف ومدام فريال يعني واحد واحد اولويز واحد. بالنسبة لأول سؤال، مفهوم التعريف الكرازة أو التلمذة أو التبشير والفرق بينهم، يعني لو رجعنا كده للإنجيل واللي كان السيد المسيح بيعمله في متى 4:23، يقول كده: كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض. فالسيد المسيح كان يعلم ويكرز ويشفي. فالتعليم أو التلمذة غير الكرازة أو التبشير. التعليم والتلمذة دي كلنا مطالبين بيها، كلنا مطالبين بيها، كلنا إن إحنا زي ما هو قال إن إحنا لازم نعلم ونتعلم كمان. فالتعليم اللي هو التلمذة دي حاجة بتاعت الناس كلها، مش لمجموعة معينة أو لفئة معينة. لما المثل الواضح من الإنجيل، لما كان جموع كثيرة تبعت السيد المسيح، فالتفت وقال لهم: أنتوا ماشيين ورايا ليه؟ إذا أردت أن تكون لي تلميذا فاعمل كذا وكذا 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 وكذا. فالتلمذة هي دعوة للكل، إحنا يعني to follow him، يعني نتبعه، يعني إن إحنا نصبح زيه، نكون مثله. فالتعليم ان احنا كلنا بنتعلم منه، واحنا بنتعلم من الكنيسه وبنتلمذ على الكنيسه، بنبقى كلنا تلاميذ نتبع السيد المسيح. بالضروره التلمذه ديت لازم يكون ليها امباكت، لازم يكون ليها يعني تاثير على 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 الاخرين. ومن هنا بيجي فكره التبشير. التبشير التبشير تاني مش مجرد لشخص معين أو لمجموعة معينة أو في خلال إطار معين، لكن برضو نرجع للإنجيل لما قال إن هو أنتم ملح الأرض ونور العالم. فالنور والملح دوت ليه عمل في العالم كله.
بأساليب مختلفة وبطرق مختلفة، يعني منها طبعاً الطرق الممنهجة أن يكون في رحلات معينة وعمل معين واضح، لكن متهيألي للشخص العادي كلنا مطالبين أن احنا نكون الإنجيل الخامس زي ما بنقول كده. في أربع أناجيل لكن كل واحد فينا هو الإنجيل الخامس، اللي هو في ناس كتير ما تقدرش تقرأ الأناجيل أو مش عارفة الأناجيل، لكن الإنجيل الخامس ده هو الإنجيل الإيه؟ الرسالة المقروءة، الرسالة المفتوحة اللي هو كل واحد فينا. فإنوي كل واحد فينا هو في خلال عمله، خلال تعاملاته مع عيلته، مع جيرانه، مع شغله، احنا بنشهد عن المسيح باسلوب او باخر. فالتلمذه مختلفه عن الكرازه. التلمذه احنا كلنا بنتعلم من الانجيل، بنتعلم من الكنيسه، بنتعلم من ابائنا الروحيين، بنتعلم من 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 معلمينا ان احنا ازاي نحيا هذه الحياه، والحياه دي بعد كده بتترجم الى عمل من خلال كرازتنا، من خلال تبشيرنا، سواء باسلوب مباشر او غير مباشر. شكرا يا صابون. السؤال الثاني دكتور عاطف، بنشوف مثلا من في سفر اعمال الرسل الاباء الرسل وفي اكتر من نموذج او مثل في سفر الاعمال بيقوموا بالتبشير وخدمه الكلمه، وبنلاقي سرعه انتشار جامده جدا وقبول البشاره يعني سريع. ليه الكرازة صعبة اليومين دول، أو ليه مش بنشوف نفس المنظر دوت في يومنا النهاردة في أن الناس تقبل كلمة ربنا بنفس الطريقة؟ أولاً متشكر جداً يا باشمهندس، وسلامي لأبونا مرقص وأبونا جايكوب وكلكم كنيسة العدا، كل عام وانتم طيبين، عام سعيد وميلاد مجيد. ونجاوب على السؤال بقى. أولا موضوع الصعوبة في الكرازة الآن، عمر الصعوبة ما كانت بسبب حاجة خارجية، يمكن في حاجات خارجية سنوية، لكن الصعوبة دايما نابعة من نوعيتنا إحنا كمسيحيين. لما نرجع للعصر الأول نلاقي فيه خصائص كانت مهمة جدا. أول حاجة كانوا ممتلئين من الروح القدس، مش معناه إن إحنا ما عندناش روح القدس، لكن الروح القدس كان بيعمل بقوة شديدة لأنهم هم كانوا مستعدين وقلوبهم ملتهبة بالروح القدس. تاني حاجة كان موضوع القيامة والخلاص نمرة واحد بالنسبة ليهم، ده أكتر حاجة كانت يعني بيفكروا فيها وأكتر حاجة عاوزين يقولوها للناس، الأخبار المفرحة. عشان كده كلمة إيفانجليزم يعني معناها إن احنا بندي الأخبار المفرحة، البشارة، الجوسبل هو الأخبار المفرحة. ساعات في عصرنا ده دلوقتي المواضيع دي بتختلط علينا، وخاصة ان احنا في عصر بنسميه هنا في الغرب بوست كريستيان، يعني حصل ان في النهضة اللي هي الانلايتمنت، وبعديها جات العلم الكتير والناس ابتدت تعبد العلم. طبعا العلم مش غلط ولا حاجة، يعني العلم ده حاجة جميلة جدا، لكن بعد ربنا من العلم والعلماء، والفلسفة زادت لدرجة ان العلماء ابتدوا يشكوا في صحة المسيحية او تاريخيتها، وابتعدوا عن السيد المسيح. ده المجتمع اللي هو كان مفروض مجتمع مسيحي، عشان كده بنسميه بوست كريستيان. لكن يعني حظنا كويس ان في الأربعين سنة الأخرانية دي ابتدت الحفريات والتاريخ يبين صحة كتير المسيحية، وكتير من العلماء مش بيقولوا احنا ما بنؤمنش بوجود ربنا، لا بيقولوا
ان احنا ما نعرفش في حاجه خلقت، في قوه كبيره خلقت، لكن احنا ما نعرفش حاجه عنها. عشان كده ما احناش هنتعرض للموضوع، ودول بيسموهم اجنوستيك، ده معظم الناس. انما المهم في الموضوع مش الحاجات الخارجيه دي، انا مش عاوز اركز عليها، انا بس بتكلم عليها بسبب ان في صعوبه دلوقتي. المحبة، لأن احنا نقول لكل الناس ما هياش شاملة زي العصر الأول. العصر الأول كان فيه البساطة والمحبة وفرحانين جدا لدرجة انهم عاوزين يقولوا للناس الفرح بتاعهم سببه ايه، لدرجة ان حتى التلاميذ الأولين لما يهوذا ساب الكرازة بتاعته أو الوظيفة بتاعته، اختاروا واحد تاني يكون شاف القيامة، ويتنس القيامة، إن القيامة دي كانت سبب فرح كبير، وهي اللي عطت قوة دافعة للمسيحية بدرجة إنهم مستعدين يموتوا من أجل هذا الخبر المفرح. ومع ذلك ما كانتش يهمهم المصاعب اللي بره، يعني المصاعب اللي بره بنقول عليها احنا الصعوبات الخارجيه دي ما كانتش ليها اي اهميه عنهم، لدرجه ان الذين تشتتوا بسبب الضيق اللي بعد استشهاد استفانوس اراحوا في كل حته يبشروا بالكلم، مش استنوا مطرحهم، لا راحوا مش بيعملوا اي حاجه تاني يبشروا بالكلم. المحبه بتاعتهم كانت عمليه بحيث الناس يشوفوهم زي ما قال ابونا جاكوب دلوقتي الانجيل الخامس. كل هذه الصفات لازم الكنيسه او المسيحيين او جسم المسيح الحي يبان فيه كل هذه الصفات علشان نبقى كارزين حقيقيين. دي يعني موضوع الايمان الراسخ احنا طبعا اتولدنا وتربينا في مصر، فلنتكلم عن الأقباط. ما نقدرش في مصر حتى نقول لحد حاجة. ليه؟ لأن كان في جو مقبض بالنسبة للكرازة، مش بس كده، ده جاز القانون لكن في نفس الوقت يعني المسيحي مفروض يبان عليه أنه مسيحي. لا، يعني كتير مننا لازم نراجع روحنا، هل احنا فعلا احنا نفسنا سلوكنا كرازة للوسط اللي احنا فيه؟ هل احنا مختلفين عن المجتمع اللي احنا فيه؟ دي اول درجة للكرازة، مش مجرد بس الكلام، لا. فدي هي المشاكل اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ويجب ان احنا نراجع نفسنا في الحاجات دي، لان الكرازة ما هياش صعبة، لأن ربنا قال لنا، المسيح قال لنا تعالوا اعملوا أي حاجة أنا معاكم، صعبة لكن أنا معاكم. طب وتبقى أصعب من الواحد يروح يقدم نفسه للموت؟ طبعا كنيستنا كده طول الوقت حتى في هذا العصر. فالصعوبة في القبول ده بسبب إن إحنا مسيحيين بين عصرة، وممكن يعني إذا عطتني ثانية كمان هقول لك حاجة تانية يا باش مهندس. العصر اللي احنا فيه ده، الغرب في شمال أمريكا وشمال أوروبا ساب المسيحية، وكنا نحن احنا المسيحية أو باسم المسيحية كانوا عصرة للبلاد اللي بعده فيه إرساليات، لأن الحكومات بتاعتهم استغلتهم. عشان كده الديانات الأخرى بتتغلغل في البلاد النامية. ليه؟ بسبب العثرات اللي سببتها الإرسالات المسيحية. شكرا دكتور عاطف. يعني تلخيصا للرد ده، إنه السبب ليس خارجيا بقدر ما هو داخلي، وبقدر ما هو يخص المسيحيين بتوع اليومين دول عن المسيحيين بتوع سفر الأعمال.
طيب سؤال أبونا اللي جاي، نشوف المنظر عندنا هنا مثلا في الغرب أو سواء في أمريكا ساعات برضو في أوروبا، بنشوف ناس واقفة في النواصي والستريت كورنرز ماسكين إنجيل ومعهم ميكروفون واقفين على صندوق كبير وعمال ينادي بشارة الإنجيل. جايز إحنا كشرقيين أو من الكنيسة القبطية مش متعودين على المنظر ده كحاجة كومن لينا يعني. لكن هل ده أسلوب كرازي مناسب للغرب أو للمنطقة أو للجماعة اللي هم الجماعة دول بيوعظوهم؟ سؤال حلو ومهم. يعني في الأول أول ما ابتدينا خلص ربنا يعني وجهنا في الاتجاه دوت، زي ما كلنا عارفين وسمعنا قبل كده إن لما بتروح تصطاد كل سمكة وليها الطعمة بتاعها وليها الهوك بتاعها وليها الطريقة اللي بتاخدها بيها طريقة الصيد. ما ينفعش يعني عندنا في مينيسوتا هنا 10,000 ليكس يقول لك you can't go fish for the walleye with the same way you're getting the sunfish for example. You know, كل سمكة وليها أسلوبها، كل نوع وليه طريقة الصيد بتاعته وطريقة المهارة بتاعته وكل حاجة. نفس الحكاية في الكرازة. الكرازة هي صيد، هو السيد المسيح قال كده، هو مش كده تكونوا صيادين ناس، فهي صيد. لازم أكون منتبه للفرصة وأنا بصطاد، مش ما ينفعش واقف أصطاد فعلا لتري واقف أصطاد، ما ينفعش أرمي سنارة وأبقى بتكلم مع حد تاني، لكن الفرصة اللي هتيجي لازم أخدها على طول. فبنفس الحكاية في الكرازة، يعني ربنا بيحط قصادنا فرص كتير جدا جدا، لكن للأسف زي ما دكتور عاطف بيقول ساعات كتير جدا احنا مش واخذين بالنا فالفرصة دي بتروح مننا. فهل الأسلوب الأمثل هو اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه دوت؟ مثالي أهم حاجة هو الغرض من وراها إيه؟ طب ما احنا كتير جدا بنشوف الناس دي واقفين في الكورنر وبيتكلموا ميكروفون، لكن الرسالة هي رسالة إيه؟ دينونة. Everybody's going to hell. مش كده؟ لما بيقولش المسيح انتوا هتموتوا ربنا يحرقكوا ربنا، طبعا مش هي دي الرسالة ابدا، مش هي دي الرسالة ابدا. لكن هل ده يمنع ان ممكن او يكون في فعلا حد باسلوب معين بيتكلم في مكان مفتوح؟ ممكن قوي، ممكن قوي. يمكن احنا مش واخدين على كده. انا اعرف مثلا يعني I have a يعني good relationship جدا مع ابونا جيمس من سان جيمس، واعرف ان من كام شهر عملوا كده هوت، نزلوا داون تاون وابتدوا يتكلموا مع الناس بأسلوب حلو، بأسلوب علمي، ومعاهم statistics ومعاهم survey في أسئلة معينة، إيه رأيك في كذا وإيه رأيك في كذا وإيه في كذا، والoutcome بتاعه كان رائع وكان جميل جدا جدا. فالغرض من وراها مهم جدا جدا. هل أنا واقف؟ يعني ممكن يكون شخص فعلا واقف وعمال يدي برسالة إن هو الناس دي كلها هتتحرق وهتروح النار وهتروح وأنتوا ما بتسمعوش ربنا وربنا هيعمل كذا وكذا 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 وكذا، فبتصبح زي ما دكتور عاطف كان لسه بيتكلم، بتصبح اكشلي نوع من النيجاتيفيتي للمسيحية وللرسالة كلها. لكن لو انا فعلا، طب ما احنا بنعمل كده في افريقيا، احنا بنروح، صح دكتور عاطف، بنروح في الماركتس وبنبتدي نتكلم مع ماسكين الميكروفون وبنتكلم وبنرتل وبنغني وبنجيب الناس واكسبت. فالفكرة نفسها أنا مع حضرتك جدا جدا مش مقبولة لينا ككنيسة قبطية. زي ما كنا بتكلم إحنا يعني for centuries إحنا منغلقين على نفسنا، إحنا يعني عايشين بس في مرحلة إن إحنا survival، how we can survive، إزاي نخلص ونحافظ على نفسنا. وجينا أمريكا هنا بنفس الفكر دوت، لا إحنا خلينا قفلين على نفسنا وخلينا محافظين على نفسنا وما نفتحش لبرة، الناس اللي برضو الوحشين هيغلطونا. ولغاية دلوقتي بنسمع كده، اهتم بكنيستك الاول قبل ما تخرج بره. طب ما انا كنيستي مش هعرف اهتم بيها غير لما اخرج بره، وغير لما اطلع ولادي بره عشان يشوفوا ويسمعوا وياخدوا الخبره دي ويدوقوا حلاوه المسيح. فالاسلوب تاني مختلف جدا جدا جدا، لكن الاسلوب ليه كل وقت وكل مجموعه وكل مكان ليه ظروفه. اهم حاجه الغرض وراها ايه، الغرض من وراها ايه. انا ممكن جدا جدا زي ما كنت بقول قبل كده هو ان ممكن او من غير ما اتكلم من غير ما امسك ميكروفون، لكن انا فعلا بكون مؤثر على الناس اللي حواليا. لو في احتياج، لو في احتياج، يعني هقول لحضرتك موقف مثلا وقت الجورج فلويد في مينيابلس هنا، هو
ادعيت انا ان كان في وقتها في 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 المكان بتاع جورج فلويد في السنتر دوت كان في جروبس امريكان جروبس بيستخدموا, قالوا لازم نستخدم الوقت دوت ان احنا نكرز بدل ما احنا سايبين الدنيا كلها تحت حرق وكل واحد عمال يبوظ ويحرق ويعمل. فيعني من خلال يعني مجموعه معينه انا ليه علاقه بيهم ادعيت ان انا اكون معاهم, وفعلا ادوني وقت ان انا اقف على الستيج واتكلم. وقتها كان مقبوله جدا جدا جدا, وكانت رسالة محتاجينها, واخشي خدنا جروب معانا من الأورثوذكس تشيرشز اوف مينيسوتا ورحنا كلنا مع بعض وتكلمنا, وكان كان كان شيء جميل جدا جدا. احنا كلنا وجود ولينا دور وسط الكوميونتي بتاعنا في وقت كانت البلد كلها بتتحرق, ان احنا واقفين بنصلي معاكم وبنعمل معاكم. فالغرض من وراها مهم جدا جدا, يعني كون ان احنا نشوف المنظر اللي هو منظر ساعات جدا جدا بيبقى منفر, وساعات جدا جدا بيخلي الناس فعلا تضحك علينا وتتريق علينا ويقول ده واحد مجنون واقف على الكورنر في الجامعه, صح؟ ما بنسمع كده اهوت, عم نشوف كده اهوت في يونيفرسيتي اوف مينيسوتا هنا اهوت, يعني and we know that that this person is out of his mind معروف كده وماسك كده. فالغرض من وراء ايه؟ لكن زي ما بقول طبعا الاهم جدا جدا بساطه الكرازه وبساطه التبشير, لكن لو في فرصه فعلا ان احنا ناخد الموقف دوت مش عيب, ده اللي عايز اقوله, ومش غلط. وزي ما قلت في مواقف كتيره جدا 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 نعمل كده. انا اكشلي شخصيا بعد برضو موضوع جورج فلويد كان ليه علاقه بمجموعه تانية كان عاملين في حته من اللي هي فيري فيري يعني اتاثرت جامد جدا في بالموضوع دوت, فكان عاملين زي فيستيفال صغير كده هوت للنيبرهود كلها, نيبرهود كلها افريكان امريكان, ان هم يخدموهم. فروحنا مجموعة من عندنا احنا, يعني يمكن شو هتعرفوا ولا دكتور عاطف وسابوني يعرف, احنا عاملين مجموعة ميشن جروب هنا اسمها بسالت, يعني الهدف بتاعنا ان هتبقى نيشن وايد ان احنا نخدم ويكون يعني صورة لحاجة مش موجودة في الكنيسة القبطية, ان احنا يبقى في همنا كله الكرازة والتبشير. فمن خلال كده خدنا مجموعة معانا من الشباب ورحنا شاركنا في الحكاية ديت, وكان الدور اللي علينا الاسايمنت بتاعتنا بتاعت الشباب ان احنا اتنين اتنين نروح نقف على الكورنرز بتاعت الكومباوند كله ونصلي مع الناس. طبعا لو قلت الكلام ده لأي حد هنوت انتوا مجانين, ده مش اسلوبنا, ده غلط, لكن why not why not. فروحنا فعلا يعني في المنطقة كلها, كان ده الصبحية, واخدنا اتنين اتنين, وانا كنت واحد معايا اتنين تانيين, وقفنا على الكورنر بتاع شارع معين على الباص ستيشن, والناس اللي جايه كلها بنعرفهم بنفسنا واحنا بنعمل كذا وتحبوا نتكلم معاكم في ايه, نصلي لكم في ايه. والامباكت بتاعها كان 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 اكتر من رائع, اكتر من رائع علينا الاول, على الاولاد اللي كانوا معايا الاول, وعلى الناس نفسها. فالناس يعني حتى واحد بيقول احنا ليه ما بنعملش كده كتير, يعني عشان احنا مش متعودين على كده. فالغرض من وراها وتنفيذها مهم جدا جدا. لو في امكانيه وفي احتياج ان احنا نعمل كده هو باسلوب حلو, باسلوب مسيحي, ومش باسلوب منفر, مش باسلوب بيدين الناس, واي نوت واي نوت. مرت برده تاني كده برده, يعني شير معاكم حاجه من كام سنه برده عن طريق صالت كده, قلنا ان احنا في الكنيسه في العذراء قبل ما نروح مارجيرجس في ساوث سان بول, قلنا ان احنا بقالنا سنين في النيبرهود ديت وعمرنا ما كلمنا جيران اللي حوالينا. فمره في الصيف قلنا ليه ما ناخدش العيال بتوع الجامعه ونعمل كده باكج فيها كوكيز, فيها ايه, وفيها الشعار بتاع الميشن جروب بتاعنا, ونبتدي نخبط على البيوت اللي جنبينا ونقول لهم. وانس اقترحنا كده طبعا الهجوم اللي كان موجود كان يعني غير متوقع, انتوا ازاي تعملوا كده واحنا كده بقينا نعمل زي شهود يهوه, بقينا نعمل زي كده واحنا ما نخبطش على الناس. في الجامعه ايه اللي هيحصل, ايه اللي هيحصل, احنا غرضنا حلو, اللي مش عايز يقفل باب وشنا يقفل باب وشنا, لكن ليه ما ناخدش الخطوه ديت ونخبط على النيبرز نقول لهم احنا من الكنيسه اللي جنبكم اللي طول النهار عاملين لكم دوشه وطول النهار بنركن في الشوارع بتاعتكم ونركن في الدرايف واي بتاعكم, احنا جايين نقدم رساله حب, ليه لا. وبعد كده هوت العيال لما راحوا عملوا كده في الاخر جمله, ابونا ثانك يو فور دوينج ذات, it was يعني it was different, والناس كتيره فعلا appreciated ده. فاحنا بالنيتشر بتاعتنا احنا مش متعودين على كده. تاني الهدف بتاعها مهم جدا, الاسلوب بتاعها مهم جدا. لو في ان احنا غرض وفي فرصه ان احنا نعمل كده باسلوب مسيحي حلو يبين حب المسيح, why not. لو تسمح لي يا هاني, انا مش هعمل مداخلات تاني, بس انا هقول حاجه تعليقا على كلام ابونا جيكوب. انا مش عايز اتكلم على فكره
الوقوف على يعني على الستريت كورنرز او كده. لكن انا بتكلم على فكره مهمه، وان احنا نعرف خلفيتنا. احنا الكنيسه الاوبتيه زي ما ابونا قال كلمه مهمه، السرفايفل، ان احنا كنا بس بنحاول نعيش كأقباط في مصر في مجتمع اسلامي عشان نقدر نكون موجودين بس. فكان عملنا هو الرعايه نحافظ على اللي في ايدينا. فالواقع لما يتغير في مكان زي امريكا والمهجر بصفه عامه في مجال لحريه التعبير، اتهيالي ان احنا محتاجين نستعيد وظيفه مهمه جدا في الكنيسه، وظيفه الكرازه، وللاسف انها ما بقتش بالوضوح دوت. احنا محتاجين نستعيد ده. شيء طبيعي ان لما الواحد دراعه ما يستخدموش عضلاته تضعف، لكن اذا ظروف اتغيرت وساب دراعه ضعيف يبقى هو غلطان. فاعتقد احنا محتاجين نفكر في فكره، ودي نقطه مهمه ان احنا نفهم السياق بتاعنا، لانه حتى الكرازه زي ما الكرازه محتاج ان نفهم سياق الشخص اللي انا بحاول اوصل له، برضه محتاج افهم سياقي وتشكلت كده ازاي. فمش عايز اقول مش محتاجين نلوم نفسنا على ده، لكن الظروف قالت كده، بس نبقى ملومين اذا ما غيرناش. النقطه الثانيه بتاعت شوف كنيستك وشوف كنيستي يعني، وبعدين ابقى اشوف بره. الحقيقه احدى الطرق ان انا اشوف كنيستي ان انا اشوف بره، بمعنى انه احيان كتير ولادنا مش حاسين انه عندهم رساله. هو بيجي يا حبيبي تعالى، طب هبقى اجي لكم، ونفضل نجري وراه وهو يتدلع علينا. لكن هو لما بيبتدي يشوف فكرة الكرازة بيبتدي يشعر برسالة، سواء رسالة خدمة مجتمعية أو سواء رسالة خدمة كلمة أو الاثنين. فأتهالي النقطة دي مهمة، فهم سياقنا، احتياجنا للتغيير، أنه ده جزء مهم قوي في رسالة الكنيسة، وجزء مهم في خدمتنا لأولادنا، أن احنا نبتدي نضيهم الإحساس بأنهم لهم رسالة. أنا آسف على المداخلة وحسيب ما أتكلمش تاني. تانك يا أبونا للإضافة والمشاركة. طيب أنا هحكي حكاية كده في كلمتين للسؤال، كمقدمة للسؤال الجاي لدكتور عاطف. من الناس دول اللي أنا حكيت عنهم في السؤال اللي قبل كده لأبونا جيكوب، في واحد فعلا من كنيستنا ابروتشت واحد من ده، وخصوصا كان وقت فترة الكورونا لما كانت الدنيا يعني صعبة وكده، وواحد من الناس اللي واقفين في الكورنرز بيعمالي يوصي الناس ارجعوا لانه طوبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات والدينونة والكلام من ده. ففي واحد من الكنيسة القبطية يعني ابروتشت الراجل دوت وقال له مش دي الطريقة للكرازة، قال له بصراحة ده اللي أنا أعرف أعمله، أنت تعرف تعمل إيه أو أنت عملت إيه. فالسؤال للدكتور عاطف يعني هل الكرازة وصية للجميع ولا هي موهبة؟ يعني في حد عنده موهبة إنه هو يكرز، ولا كل إنسان مطالب إنه هو يكرز زي الراجل دوت قال له ده اللي أنا بعمله، ده اللي عارف أعمله، أنت عملت إيه؟ كويس. أو الكرازة هي في الدي إن إيه بتاع الشخص المسيحي، يبقى إذن هي وصية للجميع. المسيح قبل ما يمشي وقبل ما يصعد على السماء قال لهم روحوا تلمذوا جميع الأمم. ده مش بس كده، ده التلاميذ أو الرسل كانوا في الأول زي ما تقول، طب ما نشوف الأول أهل اليهودية قبل ما نروح السامرة وقبل ما نروح لكل الأرض. اللي حصل إن حصل اضطهاد وتشتتوا، قالوا مبشرين بالكلمة، وأنطاكيا ابتدت تنفتح على العالم وابتدى يكلموا الأمم، ورجع برنابة وشاول اللي هو بقى بولس لأورشليم عشان يقولوا لهم إن الحكاية اتسعت. فراحوا هناك اكشولي التلاميذ الرسل بعتوا برنابة إلى أنطاكيا، وأنطاكيا هناك راح جاب بولس
المهم ان يعني اللي انتشروا دول المسيح اراد لهم انهم يسيبوا الحته اللي هم فيها. احنا سيبنا مصر وسيبنا الجو المقبض، لو انه برضو فيه طرق، لو انها صعبه شويه للكرازه، لكن دي في الدي ان ايه الطبيعه بتاع المسيحي لازم يكرز. هل كل واحد ليه هذه الموهبه؟ ايوه ليه هذه الموهبه. ليه بقى؟ الموهبه مش بس الكلام، دي يكون طابع فيا. فالكنيسه انا ده رايي يعني في المهجر احنا دلوقتي في حريه، اللي يقول حاجه ويقول ان المسيح ده هو ربنا المتجسد وخلصنا ما يقدوش السجن ويقبضوا عليه. إذن مش مشكلة موضوع الكلام، بس لازم إحنا دلوقتي ننفتح على المجتمع اللي إحنا فيه، زي ما قال أبونا جيكوب، الكرازة مش بس كلام، لا، الكرازة عبارة عن نمرة واحد يكون فيه تفكير في الكرازة، الكنيسة وأعضاء الكنيسة وإحنا كأباط، الكرازة ده تكون حاجة نمرة واحد قدام قصادنا، لأن دي هي فعلا الوصية بتاع السيد المسيح. يبقى إذن لما يكون فيه بادجت للكنيسة، فيه بادجت إزاي بننشر خلاص السيد المسيح للمجتمع اللي إحنا فيه. في ناس تعرف تتكلم صح، وفي ناس تعرف تصلي من أجل الكرازة. قد إيه وإحنا بنصلي بنحط جزء كبير من الصلاة لانتشار كلمة المسيح وللناس اللي بيكرزوا بالكنيسة بتاعتنا. هل في تفكير في موضوع الإعداد لموضوع الكرازة؟ ده بياخد يعني الأول في الاقتناع بالموضوع إنه وصية لنا كلنا. نمرة اتنين مفروض يبقى فيه إعداد نعد، والنمر التلاتة ايه الامكانيات سواء مادية او اجتماعية او معنوية علشان الموضوع ده يبقى له اهمية في الكنيسة. طبعا الكرازة ممكن كل واحد يكرز في حتت كتيرة، يعني هتقول لي مثلا we cannot proselytize في امريكا هنا، دي كلمة معروفة في الشغل بتاعي، ما اقدرش استخدم الشغل بتاعي بان انا انشر فكره او يعني الدين بتاعي. في طرق كثيره كويسه بالعلاقات الشخصيه، يعني انا ذكرت الموضوع ده قبل كده مش عشان انا بتكلم عن الواحد، بقول بس يعني الواحد بيفكر في حاجات. في العياده بتاعتي في الجامعه كانت في تخته بنكتب عليها حاجات كده كل يوم اي حاجه، فقلت كل يوم نكتب ايه أو مقولة. المقولة دي ممكن تكون من واحد زي بنجامين فرانكلين، لكن معظم الأوقات من السيد المسيح أو قول من أقوال الآباء، عشان لما يجي واحد يقول لي أي حاجة قالوا احنا بنكتب حكمة مكتوبة. الناس تيجي تقرأ الحكاية دي، يا دكتور عاطف إيه ده؟ لا ده السيد المسيح ده حاجة جميلة جدا، وناخد في الكلام وندي. في يعني فرص كتيرة جدا. المهم كل واحد مننا لازم يصلي كل يوم الصبح ويقول يا رب اديني فرصة اتكلم عنك او اظهرك للناس، مش ضروري يقف يقول وعظة ولا يخطب في حتة، لا، بس برضو لازم الكنيسة تعضد اللي هم بيعملوا الكرازة يعني كجزء كبير من خدمتهم، لكن الكنيسة كلها لازم تكون مشتركة في هذا الموضوع. شكرا دكتور. ملخص ان الكرازة دي في دي ان اي الانسان المسيحي، مقولة جميلة. نرجع تاني لفكرة ابونا وقت الكورونا والوقت الصعب اللي مرينا بيه السنة اللي فاتت.
هل نجحنا ان احنا نوصل او نكرز بالمسيح الشافي او مانح السلام ملك السلام من خلال الكرازة بطريقة ان المسيح هو الطبيب الشافي واللي بي هو fulfills all the needs منهم الشفاء طبعا. يعني سؤال يعني لو حوره شوية ممكن نقول انت زي ما احنا دايما بنتكلم ونقول شافي نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا مش كده، وشفاء النفس قبل أي حاجة تانية. فالأوتكم نفسه يعني هل نجحنا زي ما كنت تكلم، وكان فيه ممكن سؤال تاني بعد كده شوية إن وزي ما دكتور عاطف قال early on إن هو الفكرة نفسها، هل قبول يعني قبول الناس، قبولي أنا إن لفكرة إن الله هو شافي نفسي ولا لا، أنا كريسيفينج كلمة كريسيفينج البذرة نفسها. ككنيسة مثالي ككنيسة احنا كلنا يعني بداية من 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 المجتمعات بتاعتنا مرورا الى كل واحد فينا في طريقته معينه وفي في في تعامله مع الناس، زي ما كنا لسه بنتكلم تالي احسن حاجه ان احنا نكرز بمسيح الشافي، ان انا هل انا فعلا متمسك بسلامي وفرحي وسط الدوشه دي كلها ولا لا. فبرينج باك اجان تو الشخص نفسه، انا كمسيحي مفروض اكون فعلا عندي ثبات وعندي وثقة إن الله هو he's in control. وإحنا متهيألي كلنا تعلمنا الحكاية دي السنة اللي فاتت، إن واحد يخطط ويعمل ويشوف ويحافظ على نفسه. أنا من أكتر الناس كنت مدقق جدا جدا في كل حاجة، وفي الآخر ابني عي وأنا عيت بعديها. ف you can tell إن هو we cannot control it مش كده. لكن هل وسط دوت أنا كشخص، وبس مش في كورونا، طب ما احنا مش عارفين لسه 21 في جاية فيها ايه، ربنا يحافظ على الكل وربنا يعني يستر على الكل طبعا، لكن فكرة ان انا كمسيحي زي ما كنت لسه بتكلم دلوقتي، انا كمسيحي فعلا حقيقي لازم اكون متمسك وماسك في الفكرة بتاعت ان انا ثباتي وفرحي وسلامي من عند ربنا، ومن خلال كده انا الناس لما الناس محتاجة دلوقتي مش محتاجة كلمة، لكن محتاجة تشوف واحد محتفظ بهدوءه، محتفظ بسلامه، محتفظ بابتسامته، مش محتاجة ان احنا منقعد مع بعض نقعد نشعل بعض ونولع بعض اكتر ايه اللي بيحصل وايه وازاي ولغاية امتى، محتاجة ان وسط الكركبة دي كلها يكون واحد فعلا faithful، واحد فعلا مختبر ولا يا جماعة احنا واثقين في ربنا، ربنا كويس مهما حصل، ربنا ماسك الامور وهو في يده كذا وكذا 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 وكذا. ففكرة هل نجحنا، هل نجحنا ككنيسة، هل نجحنا كشعب، هل نجحنا بتالي ككنيسة، احنا عمين يعني ككنيسة بتعلم في 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 الثقة في ربنا، في ان ربنا هو اللي في ايده مقاليد الامور كلها، وهو الاله اللي فعلا يشفي النفس الاول قبل ما يشفي الجسد وقبل ما يشفي اي حاجة تانية. لازم انا اكون متصالح مع ربنا عشان فعلا احس بنوع من الشفاء، شفاء النفس الاول قبل شفاء الجسد. فالفكرة ان انا كتعليم متهيألي ككنيسة احنا بنعلم كده على طول، ان احنا لازم نثق في ربنا، ولازم ربنا هو مصدر سلامنا، وقعدنا كل الناس كلها ابتدت تشير مزمور 90 وساكن في ستر علي وكلام ده كله. لكن في من ناحية تانية كمان متهيألي كشعب وكجسد المسيح كلنا لازم نكون فعلا عندنا الثقة ديت، ان احنا ده نوع من الكرازة بتاعتنا، يعني في الوقت اللي هو الدنيا كلها مقلوبة والدنيا كلها يعني فعلا في وقت عمر ما العالم كله عدى بيه على الأقل في حياتنا، يعني محتاجة تشوف الشخص دوت اللي هو يبتدي ينور، يبتدي ينشر السلام. And we always say إن السلام دوت very 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 contagious، بيعدي. يعني إذا كنا إحنا خايفين من كورونا إنها تعدي، السلام بيعدي أكتر، الفرح بيعدي أكتر، الضحكة الحلوة بتعدي أكتر، الثبات في اسم ربنا والثقة فيه ده بيعدي أكتر، والناس محتاجة تشوفه كده هو. فمتهيألي السؤال دوت يعني more collective لينا كلنا، إن إحنا كلنا لازم يكون لينا دور، لازم يكون لينا دور. مش ككليرجي بس أو كخدام بس أو ككارزين بس، لكن كشعب كله حقيقي زي ما دكتور لسه عاطف لسه يقول، دي حاجة في الدي ان ايه بتاعتنا، إن احنا زي نحتفظ بثباتنا وبسلامنا وبفرحنا وبثقتنا في وقت الدنيا كلها واقعة والدنيا كلها ضلمة. لازم يكون فيه كل واحد فينا هو نور اللي بينور في الوقت ده كله.
فالتاني سؤال ليه شقين، شق ان احنا هل فعلا انا متمسك بكده ووسيلة ان انا فعلا انشر وعدي الناس بسلامي بدل ما اعديهم بالخوف وبالكورونا، ولا انا فعلا خايف وانا بستسلم للعالم كله وللظروف اللي بتحصل كلها ديت، وبلاقي نفسي مشيت مع التيار ومشيت مع القلق ومشيت مع الطريقة دي كلها. On the other hand انا فعلا هل انا فعلا بقدر لما اشوف حد بيقدر يكلمني او كلمه في الانجيل بسمعها بتديني ثقه وبتديني رجاء، هل انا بثق في كده هوت ولا لا؟ فالفكره تاني ان يعني المقياس بتاع هل نجحنا ولا لا، يعني متهيألي زي ما كنا لسه بنتكلم قبل كده هوت ان بسبب الضعف، يعني اسف اقول كده انا بتكلم عن نفسي اول واحد، لكن بسبب ضعفنا في ثقتنا في ربنا يعني الاوتكم بتاعنا كلنا ان احنا محبطين، ان احنا خايفين. يعني هقول لحضرتك حاجه جاست يعني كويك مثل، وتاني انا يعني I'm not judging anybody by any means، بس يعني كشعب حتى اتعودنا دلوقتي ان احنا نروح الكنيسه مره في الشهر كفايه قوي. مش كده؟ ليه اروح كل اسبوع؟ وساعات لما اكلم حد مثلا في اوبننج الاسبوع الجاي في الكنيسه، طب ما انا لسه كنت موجود. انا مش فاضي. فاحنا كشعب اتعودنا على كده للاسف، تعودنا ان هو دوت بقى النورمال بتاعنا، بدل ما اكون لا ده فعلا هنتهز الفرصه وكده. طب ما يعني ايه، طب ما احنا عايشين كده والدنيا ماشيه، يعني انجرفنا بدل ما احنا نشد الناس. انا متهيألي كده طبعا والطمأنينه في المسيح، احنا انجرفنا للقلق بتاعهم طبعا. يعني برضو ما اقدرش اعمم، لان on the other hand في امثله كتيره جدا 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 لتوبه حقيقيه حلوه قوي 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 شفناها من خلاله بسبب كورونا. يعني في خلال الفترة اللي فاتت كان مع آخر السنة، أنا شخصياً شفت يعني اعترافات حقيقية في آخر السنة، ناس فعلاً بتيجي وبتبكي وبتسكب نفسها فعلاً قصاد ربنا. فما أقدرش أعمم، بس متهيألي التيار العام كده هو إن إحنا انجرفنا، مش ماسكين في ربنا كويس، فما بقينا نعدي بعض بالخوف بدل ما نعدي بعض بكلمة ربنا وسلام ربنا. شكراً يا أبونا. دكتور عاطف، سؤال لحضرتك. أنا عارف أن حضرتك سافرت كتير ولفيت كتير، وأنا ابني كان مع حضرتك في أكتر من رحلة. في أساليب الكرازة المناسبة للمكان وللزمان، يعني مثلا هل الكنيسة القبطية بألحنها وطقوسها تكون صالحة للتبشير أو للكرازة في مجتمع غربي أمريكي بتاع النهاردة، أو هل هناك أساليب أخرى مختلفة مناسبة للمكان وللزمان؟ في طبعا السؤال ده سؤال جميل جدا وفي وقته، لأن في صراعات كثيرة على هذا الموضوع. فأنا أتكلم يعني بصراحة وما عنديش أي مشكلة. أولا الإيمان والعقيدة والخلاص والمسيح والأسرار وكل الحاجات اللي تعلمناها في الكنيسة تخص الإيمان والسلوك. ما هو الإيمان هو العقيدة، فالفعل بتقول العقيدة، يعني بتقول لي لازم تاخد بالك من الإيمان والعقيدة. الكلام كل ده مهم ويهمنا ككنيسة قبطية أرثوذكسية ولا يمكن نحيد عنه. لكن أهم من كده إن إحنا ما نكونش جامدين لدرجة إن الكالتشر والحاجات اللي هي تؤثر في شعور الإنسان اللي ملهاش دعوة بالعقيدة نحاول نرغم غيرنا اللي ما نشأوش في بلادنا أو ما لهمش التيست بتاع الميدل إيست، إن إحنا نرغمهم إنهم لازم يتشكلوا كده. طبعا أول ما تقول الكلام ده تبص في بعض الناس يقول لك إن أنا سألت واحد
American or British man or something, and they came to the church. ولما جم الكنيسة انبهروا وشافوا إن دي ألحان جميلة جدا والطقوس قوية جدا ومش كل ده كلام جميل. نفس الحكاية أنا ما بروح ميوزيوم وأنبهر بيه، إنما هل هذا الشخص له طاقة إنه يجي ويعبد ويعرف ربنا في هذه الكنيسة بوضعها الحالي وهو مش فاهم حاجة؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا لما جيت أمريكا جديد سنة 59 ما كانش فيه كنيسة قبطية إطلاق، وبعدين أبونا مكاري اللي هو بقى الأنبا صمويل كان ليه أصدقاء هنا من مجلس الكنائس وقال لي إن فيه كنيسة أرثوذكسية سريانية في هايكنساك نيوجيرسي، روحوا فيها، كنا 3-4 بنروح فيها، نروح هناك عشان هنتناول، مش فاهمين ولا كلمة لأنهم كل الكلام اللي بيقولوه بالأرامي وأبكلداني، خد بالك، فكلام غير مفهوم، وأنا واقف يعني زي بعمل أقول القداس بتاعي وأنا مش فاهم هم فين حتى. وفي النهاية هتناول كويس إن أنا بتناول، لكن هل أنا كنت بعبد ربنا بالطريقة اللي أنا مرتاح ليها؟ لا طبعا، أنا مش فاهم حاجة، فما بالك في واحد عاوز أخليه يبقى مسيحي وما أقول له تعالى وأقول له كل الألحان بالطرق دي. أنا مرة رحت كنا في رحلة لساوس أفريكا، قعدت شهر هناك عند أنطونيوس موروس، وقال لي دي فيها 4 ساوس أفريكان بلاكس، خدهم دول شمامسة وبنعدهم عشان يبقوا كهنة، وعليك تحفظهم العقيدة وتحفظهم ألحان. العقيدة ما كانش فيه مشكلة، الألحان قعدت كل ما أقوله عيد يقول لي ايه ايه ايه. ونفس العالم ده أول ما جم في القداس وجاء في وقت التناول ابتدوا يزقفوا وطنقوا وفرح بوشهم وبيقولوا بطرقهم، وما أنا أرغمه يقول ايه 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 بتاع ولا هو هنا خلص وما تعلموش. على فكرة قعدت شهر رحت الان بنطونس قلت له مش قادر عليه، قال لي طبعا ليش بقى نعمل ايه. فعاوز اقول لحضرتك ان احنا يجب ان نكون مرنين وندي كسرت اليهودي يهودي الاممي اممي اليوناني يوناني لاربع على كل حال قوما. انا بقول له رسالة الخلاص بتاع المسيح لازم احمله الف حاجة معها، يا اخي ما يعمل زي ما عاوز بالطريقة اللي تعجبه يقدر يعبر فيها عن ربنا وحبه ليه ويبقى واقف فرحان ومبسوط. أنا هتعبه ليه؟ بس تكون طريقة موقرة بس، أدي كل الموضوع. إنما مفروض نحن نغير طريقتنا مع الناس التانية. أنا ما بقولش طبعا نروح في كنيستنا ونعمل كده، لا. ثانيا لازم الميشنري تشيرشز اللي بنقول عليها ميشنريز تكون فيها هذه الطبيعة، وكون الرئاسة الكنسية بتاعتنا بتسمح شوية بشوية بحيث ان احنا نكون منسجمين مع المجتمع، الناس تقبلنا ونحن نقبل الناس عشان نربحهم للمسيح. صح، فعلك انت. اشكرك يعني تلخيصا يعني اهم الثوابت ما تتلمسش، لكن الكفر أو الرابينج ممكن يختلف. الثوابت المسيح والعقيدة الإيمان، الثوابت والأسرار ما تتلمسش، لكن الأمبلاج أو الباكيجينج ممكن يختلف. مش ممكن يختلف، ده لازم يختلف. لازم، حاضر، لازم يختلف. أشكرك، أشكرك. طيب ده ياخدنا للسؤال اللي جاي من أبونا. طب نبتدي منين يا أبونا؟ What to do and what we should not do في خدمة الكرازة، نبتدي منين؟ إيه اللي نعمله إيه اللي مفروض ما نعملوش؟
قبل ما اجاوب بس يعني تعليقا على دكتور عاطف هكمل حاجه، ان الـ يعني وجود شخص في الكنيسه او ان احنا نحضر شخص في الكنيسه شيء، والاستمراريه بتاعه الشخص ده في الكنيسه شيء تاني. في ناس كتيره زي ما دكتور عاطف بيقول، في ناس كتيره بتيجي واو دوت يعني فيري نايس وفيري جود وفيري تراديشنال والكلام ده كله، طب تعالى تاني لا. فعشان احنا نكون يعني نحسس الشخص دوت ان ده بيته، ده كنيسته، مش مجرد ان انا طب الناس كتير قلت ما هو عندهم نصلي بلغتنا وعندهم السكرين يقروا من على السكرين، it doesn't work this way. او نسويتش بين ده وده 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 بالعقليه بتاعه الكونفرت اللي جاي الكنيسه، وانس انا سويتش اللغه بتاعتي من عربي لانجليش خلاص، او من انجليش لعربي I lost them. يعني قصه كده حصلت معانا في وان اوف ذا فيستيفلز اللي بنعملها سنويا من كام سنه كده، هو تقولها بسرعه. كان ضيفه موجوده يعني وامريكانيه، وبتكلم معاها في الاخر وبتاع، بتكلم على الكنيسه وكده، بعدين بتقول لي انتوا بتؤمنوا بالتكلم بالسنه؟ قلت لها لا طبعا. قالت لي انت متاكد؟ قلت لها متاكد. ليه؟ تقول لي جوزي حضر جه مره وحضر الكنيسه وكان في جزء انجليزي، وبعد كده مره واحده ابتدوا يتكلموا بلسان مختلف، اكيد بيتكلموا بلسان. قلت لها يا ربي. دي حاجه حقيقيه حصلت معايا الحقيقه. فكون الشخص اللي جاي دوت احنا سويتش اللانجويج، كل اللي جه في مخه بالخلفيه بتاعته ان دول بيتكلموا بلسان. وفي نفس الوقت نسمع كتير لا فيها ايه، احنا لازم نتكلم بكده وكده وكده، لازم نحافظ على كذا ونحافظ على كذا. لو احنا عايزين كنيسه تنمو بره النطاق بتاعنا لازم نتفتح، لازم نتفتح. انا الحقيقه دايما اقول الكنيسه عمرها ما تفضل مستمره على بس النيو كامرز والاولاد بتاعتنا، عمرها ما هتحصل كده، هتموت at one point. وده اللي شايفينه حقيقه مع 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 مع, مع كنائس تانية. يعني مثلا مع كل الاحترام الكنائس الاثيوبيه، لو تشوف مثلا السكند والثيرد جينيريشن بتاعهم مش موجود ليترلي مش موجود. ليه؟ لأنهم مصممين ان هم يتكلموا باللهجه بتاعتهم واللغه بتاعتهم. فالعيال الصغيره اللي هم بيجوا بالعافيه مع 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 ابوهم وامهم الكنيسه، وانس دي هيت الهاي سكول خلاص يا عم مش عايز حاجه منك. ونشكر ربنا انهم يجي عندنا على الاقل، ان هم احنا يعني بيعرفوا يفهموا حاجه. ف يعني نبتدي منين وايه اللي نعمله ايه اللي ما نعملوش؟ كذا حاجه الحقيقه. يعني تاني يعني حتى يعني بكلام كتير مع ابونا جيمس، حتى يقول لي اللانجويج از نوت ذا اونلي ثينج، يعني مش مجرد ان انا بصلي بانجلش يبقى انا كده هو مستعد ان انا اقبل الناس. لا، الكالتشر نفسها، الوسط نفسه، طريقه الكلام نفسها، الناس بتبص لنا ازاي. اي ثينك وان اوف ذا بيتر بيست ثينجز ان احنا نبتدي بيها ان احنا نعلم نفسنا كشعب ان احنا نقبل الاخر، نقبل الاخر. لو اي حد جه امريكاني دخل الكنيسه تلاقي العيال كلها عليه، لو كنيسه مش متعوده على كده. وممكن حد يتبرع، لا لا انت واقف غلط، لا انت لازم تغطي شعرك، لازم انت يا عم انت خليك في حالك. خليك في حالك. وحصلت قصادنا كتير، وامشور ناس كتير من اللي موجودين هنا عندهم نوع من الخبره زي كده. فاول حاجه مثالي احنا لازم نعملها يعني نبقى مستعدين لكده، ان استعدادنا احنا كشعب ان احنا نقبل الاخر. احنا مش بس احنا الشعب الله المختار والناس دي كلها ايه بره الكنيسه. للاسف احنا عندنا كده، للاسف احنا عندنا كده ان احنا بس، واي حد تاني جاي الكنيسه لا، لون شكل جنس لا. فمهم قوي قوي ان احنا نبتدي نعلم. يعني عشان كده انا فعلا شكرا جدا جدا انكم خدتوا الانيشيتيف ان احنا نعمل حاجه زي كده دلوقتي. احنا لازم نعلم نفسنا ان احنا نقبل الاخر. ده حاجه الكنيسه القبطيه كنيسه تبشيريه. ماري مرقس ما كانش مصري. ماري مرقس ما كانش مصري، ومن الكنيسه القبطيه كنيسه خرجت للعالم كله، الرهبنه خرجت للعالم كله. نسمع عن 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 موريس وعن عن سانت موريس وعن دول وعن دول وعن دول ازاي وصلوا بالقبطية الى 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 اوروبا والى انجلترا والى حتة دي كلها. فاول حاجه لازم نعملها ان احنا نغير فكرنا كشعب، ما نبصش اللي جاي الضيف ده ضيف جاي وهو بقى. انا بسمعها من ناس كتير كونفرتس، وي فيل لايك وي ار ماينورتي ان ذا تشيرش، احنا الـ 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 الاقليه. فايه اللي هيخلي الاقليه دي تيجي تاني؟ انا مش عايز حاجه منك يا عم. They have to feel ان دوت بيتهم، ده بيتهم. فدي أول حاجة.
تاني حاجة لما نتعامل مع الناس بقى بطريقة عملية جدا جدا جدا، معظم الناس يعني من اختبارات قديمة كده هوت يعني خدتها من الناس، ما بقولش ان انا عندي خبرة ولا حاجة، لكن الناس محتاجة تشوف تاني ان الشخص دوت شخص ايه جينوين اصلي، علاقتي مع ربنا علاقة اصلية، انا اعرف ان فيك حاجة مختلفة. وعارفين كلنا امثلة كتير جدا جدا لناس امريكان they change and انضموا للكنيسة بسبب، خصوصا في الجامعة، بسبب ناس معاهم في الجامعة، طلبة معاهم في الجامعة عايشين حياة حقيقية. أكبر مثال على كده أبونا دانيال في سانت موزس في كوربس كريستي، أكيد ناس عارفاه. مش بس كان أمريكان، he was atheist at one point. من خلال زميله في كلية الصيدلة عرف في حاجة اسمها المسيح، وعرف إن في ديانة أو في 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 original faith، ابتدى يقرأ ابتدى يشوف. عايز أقول لحضرتك إن الناس دلوقتي very 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 عطشانة جدا 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 إنها تشوف الإيمان الأصلي. لسه بتكلم مع حد دلوقتي نشكر ربنا بقالي بتاع شهر بتكلم معاه، يعني والده كاثوليكي مامته مش عارف إيه، هو من كتر اللي بيسمعه قرر إن هو يبقى إثيس، مش عايز حاجة من الدين بتاعك ده خالص، لكن ابتدى يقرأ ابتدى يشوف ابتدى يسأل ووصل للكنيسة عندنا وابتدى يتكلم معاه. فأول حاجة محتاجين إحنا نكون فعلاً إحنا أمناء في حياتنا مع ربنا. الناس هتعرف، الناس هتشوف، الناس محتاجة، وفي الوقت ده بالذات محتاجة أوي إنها تشوف فعلاً حد ليه علاقة حقيقية. يعني with all the respect لل other denomination، بس الناس كلها تعبت من الـ very إيه الشو. بروح أحضر كنيسة it's a show، شوية طبل وموسيقى وتراتيل وأخرج على كده وخلاص، مش it's not satisfying. فالناس محتاجة كده. عشان كده الوقت بتاعنا ده وقت مهم جدا 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 ان احنا نشتغل ونبين الجواهر اللي عندنا للناس، مش نحطها في المتحف ونقفل عليها، لا، الناس محتاجة كده هو دلوقتي. فأول حاجة يعني فكر الشعب بتاعنا لازم يكون مختلف شوي. تاني حاجة كشخص ان انا اعيش بأمانة حياتي المسيحية انها تنعكس على الناس. تالت حاجة كأسلوب بقى ان احنا دايما ممكن قوي، يعني صعب جدا جدا واحد من بره وقول له تعالى احضر قداس ساعتين ثلاثة مش هيستحمل، لكن دايما اللي بيشتغل قوي 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 تعالى احضر بايبل ستازي مثلا. انا حقيقة بعمل كده عادة مع الناس اللي هم يعني عايزين يعرفوا، تعالى احضر بايبل ستازي، وي هاف ا نايس بايبل ستازي، تعالى احضر معانا وشوف التعليم شكله ايه، شوف الدنيا شكلها ايه، كلامنا شكله ايه. اعرف واحد كان فيري فيري اكتف مع ايجل بروك ويتش از ا فيري فيري اكتف كنيسة في مينيسوتا، يعني هوت لوثرن، وبيحضر معاهم دايما، ونشكر ربنا ابتدى ساب ده كله ابتدى يحضر معنا درس الكتاب بصفة منتظمة أكتر من أي واحد تاني يبتدي منتظم. فنغير فكرنا، نكون أمناء في علاقتنا مع ربنا، نجيب الناس. عندنا ناس في الجامعة طلبة في مجموعة يعني مكسوفة جدا تجيب زمايلها، وفي حلوين قوي قوي نو كل واحد بيجي كل مره يجي في اجتماع بتاع الـ بتاع الـ بتاع الجامعه يجيب اتنين تلاتة معاهم وابتدوا يسمعوا ويشوفوا. فاحنا لازم نشجع عيالنا يعملوا كده، هو ما يتكسفوش، احنا عيالنا بيتكسفوا، هيجوا وهيقولوا علينا ايه وهيتكلم ازاي نو لازم نشجع عيالنا. تعالى وانظر، تعالى وانظر، بالظبط بالظبط كده بالظبط كده. فكل دي عوامل مشجعه جدا جدا احنا نعملها. ما نعملش ايه؟ ما نعملش ان احنا نقول لهم ان احنا احسن منكم، دي حاجه احنا كلنا بنعملها، انتوا غلط وانتوا هتروحوا وانتوا مش عارف ايه وانتوا احنا بس اللي صح، تاني احنا صح، بس ما دينش اللي قصادي. اول حاجه بنعملها حتى لما بنخرج بره في 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 الحته اللي بنروح الترشيل فيها، اول حاجه اقول لك ايه، present the love of Christ قبل اي حاجه، قبل اي حاجه بشر بمحبه المسيح. دكتور عاطف يصححني طبعا، لما بنروح نخدم في افريقيا وحته زي كده ما نروحش نقول لهم احنا اورثودوكس، اول حاجه تعال شوف المسيح، تعال شوف المسيح. وبعد كده لما يعرفوا هم بنفسهم يسالوا وات از يور تشيرش، التعليم بتاعك ده مختلف، انتوا مين؟ فمن هنا ياخد مدخل. لكن لما ادخل في الاول خلاص انتوا غلط وانتوا مهرطقين وانتوا كذا وكذا وكذا واحنا بس اللي كويس، انا مش عايز حاجه منك، انتوا المهرطقين، ما انت زي ما انا بقول عليك كده وبيقول عليا كده. أقدم له محبة ربنا، أقدم له genuine faith، أقدم له شخص فرحان بربنا. هاي الناس دلوقتي عطشانة جدا جدا وتعرف تلقط في حاجة مختلفة، في حاجة. سوري طورت عليكم. لا نور ربنا فيك تعيش هنا. يعني أنا أخذت نقطة اللي هي present the love of Christ وقبول الآخر وتغيير العقلية
وأمانة الخادم واللانجوج بتاعتنا معاهم والأسلوب طبعا. تعليق بسيط يا أستاذ هاني. تفضل. على تعليق بسيط، الإفخارستية هي الحياة وجبة دسمة وصعبة على إن أي واحد غير مؤمن أو ما يعرفش الكنيسة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي نقدمها، اللي نقوله تعال أحضر الكنيسة في الإفخارستية. كان حتى زمان ما بيحضروهاش غير المؤمنين، لدرجة إن دلوقتي لما تروح في قداس يوناني في كنيسة يونانية يقول لك الأبواب الأبواب خلي بالك، تستيرس تستيرس بروس خومين، ده بعد الإنجيل على طول، يعني معناها إن الأبواب تتقفل والمؤمنين بس اللي هم موجودين. دلوقتي المؤمنين بيسيبوا موضوع التعليم خالص ويجوا بس عشان ياخدوا الإفخارستية، والناس اللي احنا عاوزين نكلمهم اللي هم الموعظين ما بنخليهمش يقعدوا زي ما ابونا بيقول بدرس كتاب او اجتماعات او حاجات زي كده. الحاجه اللي بنقدمها له ايه؟ تعالى القداس. دي طبعا لازم يبقى فيها تغيير في التفكير والتنظيم الجديد. كيف حالك؟ نظام الكنيسه الاولى في الموعظين في الاول لغايه ما يقبلوا الايمان. دكتور عاطف، السؤال يعني طويل شوية. في مصر خصوصا من أواخر أو من نص القرن الـ19 ابتدت الإرساليات الأجنبية تنزل مصر، و يعني الإرساليات مثلا الكاثوليكية أو البروتستانتية الإنجيلية، وبتعمل كنائس، بتعمل مدارس، بتعمل مستشفيات، بتعمل ملاجئ. فهل ده يعتبر أو ده يعني نجح النموذج ده إنه كعمل كرازي؟ ده أول شق من السؤال. أكمل ولا نرد على الأول؟ أكمل. وهل خدمة الكرازة ممكن تبتدي بعمل اجتماعي زي مثلا اللي احنا بنعملها اليومين دول، اللي هو ساندويتش درايف، فود بانتري، فيد ماي ستارفين تشيلدرن، سوب كيتشن؟ هل يعني هل ممكن الكرازة تبتدي بالاسلوب ده برضو؟ والشق الثالث بقى لو في سكسس ستوريز لحاجه زي كده، او لو ما فيش مش مشكله يعني. شوف الموضوع بسيط جدا، وهو تعريف الوسيلة والغاية. الغاية إن أنا أجيب الإنسان للسيد المسيح، يعني بأي طريقة، بس طبعا طريقة ما فيهاش غش، أجيب الإنسان للمسيح كويس. الغاية من الخدمة، والغاية من الساندويتش، والغاية من المستشفى والعيادة والملجأ، إن أنا المسيح، أعرفهم المسيح. ومش معنى كده لما أدي ساندويتش ولما أشفي واحد إن أنا ألزمه إنه هو يا إما يبقى مسيحي يا إما مش هياخد حاجة. لا، أنا هدي الجميع، لأن ده أمر كتابي من السيد المسيح، قالوا إن ما عملتوش الحاجات الخمسة دي اللي موجودة في متى مش هتدخلوا ملكوت السماوات. المسجون لازم تشوفوه، الغلبان لازم تدولوا، العيان لازم تزوروه، التاني انتوا فاكرين أكتر حسن مني عطشان العطشان. المهم ده أمر كتابي، كونوا أستعمل الحاجة دي في إن أنا أبين إن أنا مسيحيتي بازلة، مش إن أنا بعمل الحاجة دي عشان اللي مش هيسمع كلامي مش هياخد حاجة. لا طبعا. وكتير من الإرساليات في أفريقيا لسه لحد النهاردة بيعملوا كده،
وبيجي بيحصل ايه؟ تبص تلاقي يجي الراجل ياخد منهم اللي عايزه وبعد كده هم يمشوا من هنا ويروحوا حتة تاني. بالذات الإسلام وال جهوفاز ويتنس وكل بيعملوا حاجات دي. And this is all very well. والأفريقان فاهمين إيش العملية دي. أروح لده وأروح لده وأروح لده ومش مهم يعني. المهم إن أنا أوري له محبة السيد المسيح وأكلمه عن المسيح ويشوف إن أنا لي علاقة به. نفس الحكاية في الساندوتش ران. عملنا ساندوتش رانز مع سان بول تشيرش هنا في شيكاغو. وفي ناس تديها الحاجة تحب أكلمك على المسيح، أنا عندي آية هنا، يقول لي لا. أقول له طيب معلش ربنا معاك وإن شاء الله يعني ربنا يفتح لك مخ. يعني المهم إن الحاجات دي مهمة لدرجة إن دلوقتي في فرق كبير في الكرازة في أفريقيا في البلاد اللي تعمل فيها مستشفيات ومؤسسات بحيث إن المجتمع الأفريقي والدولة عرفت إن هذا الكاهن أو الأسقف أو ليه محبة كبيرة وهذه الكنيسة لها وضعها في البلد وهي بتبذل مجهود من أجل الناس دي عشان تديها من اللي عطاها ربنا. لازم يكون لنا سمعة كويسة ولازم يكون لنا خدمات. والطريقة بتاع انك تدي حاجة دي مش غريبة على المسيحية، ده هو المسيح كان كده. لكن ان انا ألزمه لا، ده منتهى الحرية. اللي عاوز يبقى بتاع ربنا يبقى، واللي عاوز يروح حياته تانية مش مهم. بس انا مش مجرد بقول له كلام كده وبس، لازم يشوف المحبة بتاعتي، لازم يشوف ان انا مش بديله الدواء والعيش من غير ما يكون لي علاقة كويسة معاه. وزي ما قال أبونا أعالج نفسيته، أديله الغذاء النفسي والروحي. فالحكاية دي مهمة وأنا أرى أنها يعني وسيلة كويسة. لما تبقى غاية ما تبقاش كويس، دي وسيلة لأجل أن أنا أوري له محبة المسيح وأدعوه لأن يؤمن بالسيد المسيح. بس هذه كل موضوع. في طبعا خبرات كتيرة كويسة في الحكاية دي. يعني حتى هنا في أمريكا، يعني ما كنتش عاوز أقول الحكاية دي، لكن مرة من المرات من 3 سنين بصيت لقيت واحد أصله من كوريا كان بيدرس في الجامعة عندنا، ومراته كانت ما بتخلفش وعملت لها عملية ونسيتها خالص. هو دلوقتي PhD في سان فرانسيسكو. all of a sudden بعديها ب 22 سنة عمال بيدور عليا يشوفني فين. طيب اهلا وسهلا. بصيت لقيته جاي بعد ما عرفت، قال لي ده ابني هيتخرج من الجامعة عندكم جامعة شيكاغو وعاوزك تحضر وعاوزك تشوف. بقول له ايه الحكاية؟ قال لي بقى يعني عاوزك تحضر، انت ولدت الولد ده وكانت زوجتي تعبانة وانت عامل. طيب رحت هناك بصيت لقيت هذه الست الام بتقول لي في ريال انا بقيت مسيحية من الوقت ده، انا ليس عندي اي فكرة. طب ازاي؟ هي كانت تعبانه نفسيا وتعبانه في انها ما بتخلفش وحالتها مش تمام. فقلت لها يعني صلي للسيد المسيح، تصلي لربنا. ما كانتش تعرف المسيح، كانوا بوذيين. انا ما اعرفش اللي حصل ده ولا فاكر انا قلت لك كده ولا ممكن اخد حتى كريديت فور ذس. بقت مسيحيه وده ابنها طالع يعني بامتياز وحاجة آخر جمال في الجامعة عندنا بعدها 22 سنة. في فرص الروح القدس بيعملها سواء أردنا أم لم نريد، بس إحنا نكون مطوعين. تعمل خدمات كويس بس بين المسيح في الخدمات دي.
ما تقبلش خدمات عشان اشوف يعني اعمل ريبورت وبتاع ومش عارف ايه. كويس هاي شكرا دكتور عاطف. في ثاني انا ما نسيت اقوله خبرات السؤال ده لسه جاي بس ملخص ده يعني ما تبقاش الخدمة دي بالذات كخدمة. الصوت واضح؟ ايوه واضح. ما تبقاش اهداف ولكن وسائل، لكن الهدف وسائل ليست غاية. ليست غاية، غاية هو المسيح. بعد إذنك يا أستاذ هاني، أنا فاكر أول مرة رحنا بوليفيا دكتور عاطف كنت معنا حضرتك، أو كنت تاني مرة أنبا يوسف هناك يعني ربنا يبارك له عمل خدمات رائعة فوق الرائعة. فكان حكلمه بيقول له يعني أنت إزاي جاي بوليفيا اللي هي كلها كاثوليك وإزاي بتبشر وسطيهم عشان تسرق الكاثوليك ويجي الأرثوذكسية. فقال لهم الحقيقة رد جميل جدا جدا، إن إحنا جايين إحنا بنخدم الناس، عايزين ييجوا أهلا وسهلا، مش عايزين يجوا هنفضل نخدمهم برضو، مستشفى، مخبز، حضانة، الحاجات دي كلها بنعملها عشان نخدم الناس. الناس دي تعبانة وربنا مدينا إمكانية إن احنا نخدمهم، فنخدمهم ونستمر نخدمهم. لما يجوا يشوفوا عايزين ينضموا لنا أهلا وسهلا، مش عايزين هفضل أخدمهم برضو. صح دكتور عاطف فاكركم؟ مظبوط. مش بس كده، ده الكنيسة الكاثوليكية من قرنين فاتوا راحت بوليفيا ولموا الفضة والذهب من تحت الأرض واستعبدوا الناس دي وبنوا بيها الكاتدرائيات والبالاسز في أوروبا وزرقوا الناس دي وده كله باسم المسيحي. طيب سؤال أبونا، كيفية الحكم على ثمر الكنازة؟ سؤال مهم الحقيقة. احنا دايما يعني زي ما كنت بقول ان احنا عندنا نشكر ربنا من سنة 2012 عملنا يعني non-profit organization SALT مهتمة بالموضوع دوت، ومش بس احنا دايما نقول احنا مختلفين، مش بس احنا بنكون رحلات وبنعمل رحلات وبنخرج، لكن احنا بنعد الناس للرحلات الميشن تريبس، في كورس مكثف قبليها خلال الرحلة نفسها وبعد الرحلة نفسها. من أول حاجة بنقولها للناس اللي بتطلع معنا no expectations يعني no expectations، يعني ما روحش وانا مستني ان انا هقول كلمة والناس كلها هتقع تحت رجلينا وتقول عايزين نيجي وكده هو. يعني حكمنا على الخدمة اولا ان هي دي خدمة ربنا، احنا دورنا ان احنا بنزرع البذرة وبنصلي، تيجي ازاي بعد كده النمو هيحصل امتى بعد وقتها في نفس الرحلة بعد شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة، دي مش شغلتنا شغلة ربنا. يمكن حاجة من الحاجات اللي كنت سمعتها لأبونا داود جميلة جدا، احنا نصلي للمطر ما نصليش للثمر، نصلي المطر يجي روح القدس يجي ويشتغل ويعمل، لكن الثمر ده هيجي امتى؟ ده في وقت ربنا هو اللي عايزه. ازاي نحكم برضو؟ بس طبعا دوت مش معنى كده ان احنا ما يبقاش عندنا استراتيجي، ما يبقاش عندنا دراسة، ما يبقاش عندنا فيجن للخدمة نفسها. يعني نشكر ربنا احنا يعني بقالنا كم سنة كده ربنا مدينا ان احنا very very involved في الخدمة في نيجيريا مثلا for example، لازم يكون عندنا فيجن بالضبط ايه اللي بيتعمل، ايه كميشناريز عايزين نعمل ايه. نشكر ربنا ان هو ابتدى، ونشكر يعني شعب شيكاغو ان هو خد واحد من ولادنا من الميشن بس من شيكاغو وراح وقعد سنة هناك for example. في واحد تاني دلوقتي بنعده ان يقعد تاني سنة في كابل تاني عندنا بنعدهم ان هم يروحوا تاني. فالفكرة ان احنا لازم يكون عندنا بالضبط فيجن ايه اللي عايزين نعمله، زي مثلا لسه متكلم دلوقتي لازم يكون في نوع معين من الخدمات اللي هي تجذب الناس. احنا نخدم الشعب عشان كده الشعب هيجي من خلال الخدمة دي، هيعرف الكنيسة، هيعرف المحبة، هيعرف العلاقة، وابتدي يكون ليه فعلا كده هو. فطبعا اولا لازم يكون منظمين اداريا جدا جدا جدا، لازم نكون أقوياء جدا جدا في الصلاة، لازم يكون عندنا تطبيق والناس اللي هتطبق الفيجن بتاعتنا.
لكن كون ان احنا نكون منتظرين سمر في ساعتها او احنا بنخ بن 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 بنحكم على الخدمه من خلال مثلا ايه اللي حصل من خلال شهر عشرين ثلاثه بتاعي دوت هنرميها على ربنا. لكن نعمل بامانه ونعمل اللي علينا، نخطط صح، نصلي صح. فاكر مره في من ضمن الرحلات في افريقيا كنا خرجنا كده الصبحيه مع كان اول رحله في زامبيا في تنزانيا في 2012، واليوم كده مشي غلط خالص، فسيدنا راح لممنا كلنا ورجعنا تاني للكومباوند. احنا ما صليناش كويس النهارده، نلتزم الاول تاني خالص. ومن ساعتها اتعلمنا ان احنا فعلا قبل ما نعمل اي حاجه لازم كل وقت، يعني بنسمي كده حاجه زي البراير ووريرز، لازم كل حاجه قبل ما نروح لازم نخصص اثنين او ثلاثه وقت خدمه كله هو قاعدين بيصلوا وبيخدموا لكن بيصلوا. فدوت هو اللي بيجيب الثمر الحقيقه. ما ننتظرش حاجه في ساعتها، لكن نعمل اللي علينا، نخطط صح، ندرس صح، نشوف الكالتشر بتاعه البلد صح، نشوف احنا هنا ايه اللي بنعمله هنا عشان نكرس في بلدنا هنا هوت اكتر. يعني من ضمن حاجات مثلا مين فينا بيصلي للنيبرهود بتاعته؟ صح، ما احنا كل يوم طالعين خارجين من النيبرهود، مين كده بيقف كده قصاد البيت بتاعه ويصلي للناس البيوت اللي حوالينا دي كلها؟ احنا مش عارفين فيها ايه، في احتياج، اكيد في احتياج. في مين 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 فينا بيصلي كده وقت فعلا زي ما بتتكلم قبل يوم الصبحيه، اول الصبحيه، يا رب خلي اليوم ده بتاعك، ابعت لي حد اكلمه، ابعتني لحد اكلمه. كنت مره رحت في بلد صغيره في ويسكونسن اتكلم على الكنيسه القبطيه، فكنيسه جريج سوري انتيوك اورثودوكس، فرحت كنيسه صغيره جدا جدا بس لقيت الكنيسه مليانه، فبقول للبريست بتاعهم انت بتعمل ايه عشان الناس دي كلها موجوده؟ انا ما بعملش حاجه، انا بصلي ربنا يبعت لي الناس وبيبعت لي الناس. فالثمر دوت بتاع ربنا، بس هو الراجل امين جدا جدا جدا. وانا اختبرت الحكايه دي الحقيقه فعلا، لما صلي ان احنا ربنا بعت لي ناس بيبعت ناس ان احنا نكلمهم ونحن يعني اسلوبنا احنا في الحكم على الاشياء غير اسلوب ربنا. بس انا لازم اعمل اللي عليا، اخطط صح، ادرس صح، اكون عندي فيجن، عندي نظره للي يتعمل، اعلم الناس. وطبعا قبل كل حاجه لازم اصلي جامد جدا جدا ربنا هو يبعت الناس وان هو يدي الثمر من عنده. شبونا جميل. احنا داخلين على، احنا طبعا الوقت بتاعنا سرقنا بس حديث شيق، بس مش هنسيب الحوار من غير ما ناخد من دكتور عاطف ومن قدسك طبعا خبرات عملية من الرحلات الكرازية. السؤال ده للأبونا والدكتور عاطف، يعني خبرات عملية من الرحلات الكرازية، ده أبونا تفضل، وبعدين السؤال اللي جاي برضو مشترك للأبونا والدكتور عاطف. نشكر ربنا الخبرات كتير، يعني دايما نعمة ربنا، احنا بقالنا قربنا على 10 سنين في موضوع الميشن دوت، نشكر ربنا. لكن الاختبار الأهم هو اختبار نشوف ولادنا احنا بيتغيروا، أهم حاجة، ودوت ده الهدف بتاعنا، ان احنا يعني invite youth to taste to see to experience and to unite together. فدوت أهم اختبار لما نشوف فعلا حد معنا. وربنا بيبعت لكل سنة ناسها مخصوصة كده، ناس تكون تعبانة، ناس تكون واقعة، ناس تكون حاجة، من خلال الميشن نفسها بيبتدوا يلمسوا ويشوفوا حلاوة المسيح وبتغير حياتهم فعلا. فده يعني اختبار جنرال كده هوت. لكن يمكن من الحاجات الشخصية أو يعني ما انساهاش، طبعا ما اقدرش اقول ان انا ما بنساش الانسبيريشن بتاع دكتور عاطف وطنط فريال في الرحلات اللي طلعنا معاهم، ريلي انسبايرنج لينا وللولاد الصغيره، ان هم ازاي الفيثفولنس بتاعهم في الخدمه واهتمامهم بالخدمه. مره حاجه حصلت معايا، كان اول مره راح اطلع فيها، وكنت بتكلم مع، كان سيدنا قال طلب مني، كنت قبل ما ترسم الحياه بسنه، طلب مني اتكلم مع مجموعه ادلتس، فبدي اتكلم، كنا عايزين بره في كيجوما في تنزانيا، حته بعيده جدا، قاعدين اسبوع من غير ميه، من غير كهرباء، من غير حمى، من غير اي حاجه. فبدي اتكلم مع الادلتس على حاجه، بتكلم وقتها على ازاي نحن بنسمع صوت ربنا من خلال الانجيل. فلقيت واحد منهم الحقيقه رفع ايديه وسالني، طب انت بتتكلم على كده، قول لي اختبار انت سمعت صوت ربنا في الانجيل. ف
فالبساطة بتاعتهم، وفي نفس الوقت يعني أنا بتكلم عايزين يعرفوا إن أنا بتكلم مش بتكلم كلام من نفسي، كلام فاضي، أنت بتكلم على حاجة أنت اختبرته ولا لأ. فنشكر ربنا الوقت ده كان وقت السنة اللي قبل أو صيف اللي قبل الرسامة على طول، وكان فعلا في اختبارات حلوة كان ربنا مدهاني يعني، فربنا ما كسفنيش قصادهم يعني. فمهم قوي فعلا ما أتكلم عن حاجة أكون فعلا حاجة مختبرها مش حاجة أريها، زي ما بولس دايما يعلمنا مش مايكروويف ميل حاجة رميها في المايكروويف وجاي أقولها كده وارميها للناس، لكن حاجة عن اختبار حقيقي يعني. تاني موقف بسرعة كده، من كام سنة كده ربنا ادانا اللي احنا نخدم في نيجيريا بنات بتوع الشارع، السكس وركرز بتوع الشارع. وكان أول اختبار معانا ليهم يعني بدون يعني تفاصيل، لكن يعني we acted as we are customers ونجيبهم الكنيسة. فكان كان موقف صعب جدا جدا حقيقة يعني. جم الكنيسة معانا وابتدنا يعني at one point قلنا لهم احنا مين، احنا ميشنيريز وبنكلمكم نكلمكم عن المسيح وكده هوت. كلهم كانوا قاعدين في الكنيسه اول ما عرفوا كده كانوا يعني وشهم في الارض وفيري فيري داون. يعني طلب مني وقتها اقول كلمه، فدي تكلمهم اول حاجه بتقولها ان احنا كلنا زي بعض، كلنا اخطاء قصاد ربنا. اول ما قلت كده ابتدوا يرفعوا راسهم ويبصوا لي، واحساس فعلا ان احنا فعلا كلنا واحد، كلنا في احتياج للمخلص ريجاردلس انا بعمل ايه خطيتي ايه. لكن كانت فعلا يعني اختبار جميل جدا ازاي فعلا الاحتياج لربنا لينا كلنا، ومفيش حد احسن من حد. مش حكايه ان انا اتولدت في المسيح واتولدت في الكنيسه يبقى انا احسن وانا رايح اخدمهم وانشلهم لان انا قادر، لكن لا، الكلمه اللي فعلا اللي فرقت معاهم جدا جدا لما بامانه فعلا كده قلنا لهم إنه كلنا زي بعض، we're all sinners وكلنا محتاجين المسيح. دي كانت اللحظة الفرق فعلا، ونشكر ربنا جزء منهم لينا علاقة بيه لسه لغاية دلوقتي، ثابتين في المسيح، ومنهم اللي تعمد ومنهم اللي بيخدم في الكنيسة لغاية دلوقتي. بركة كبيرة. نفس السؤال للدكتور عاطف، خبرات عملية من رحلات كرازية. يعني وفي زي ما بيقول أبونا تجارب حلوة جدا في الميشنري تريبس اللي بنروحها دي. أنا ما انساش مرة كانت في قرية صغيرة جنب الدير بتاعنا في مسينو في كينيا، والشباب بتاع شيكاغو كنا رايحين هناك، الكنيسة كانت يعني حاجة تعبانة خالص ولازم ننظفها ونبنيها وكل الحاجات دي، والأولاد يعني اشتركوا في الموضوع ده. وبعدها جت المجموعة اللي هي بتاع يعني الناس بتوع الكنيسة دول، وجم واحدة بنت في الهاي سكول، ولا كانت آخر سنة في الهاي سكول، من بناتنا هنا، وقف بتتكلم على محبة المسيح والتوبة. هل تعلم ان الكنيسة كلها ابتدوا الناس يعيطوا ويعترفوا جاهرا؟ واللي لسه لحد الوقت الان بابولس بيقول الكنيسة التائبة، حاجات عمرنا ما بنشوفها. اليوم ده كان مؤثر جدا، ولسه لحد الوقت الواحد لسه فاكر الحكاية دي، ونفس سيدنا فاكر الحكاية دي. طبعا البنت ما كانتش فاكرة ان كلامها هيعمل كده، انما هو ربنا بيستعملنا جميعا. المهم نكون فيه امناء زي ما بيقول ابونا جاكو. الحاجة التانية يعني حاجات كتيرة، بس حاجة اللي بتأثر فيها اكتر هو خدمة السجون. السجن اللي في كيسومو ده فيه الاف المساجين. مرة كان معنا حتى أبونا يوحنا النصيف في الرحلة دي، عدد الناس اللي قبلوا ربنا وتعمدوا وتناولوا في هذا اليوم ما أقدرش أقولك قد إيه، وكانوا متهللين وعملين يرتلوا ويسقفوا ومبسوطين جدا بالخدمة دي، لدرجة إن الواحد كان مستغرب. دول ناس منهم كان يعني محطوطين في صف الإعدام، ومع ذلك متهللين جدا وبقوا مسيحيين في الخدمة دي.
واحنا قاعدين نتفرج نشوف مش منبهرين مش شايفين بنعمل ايه. في حاجات كتيره هو انا شايف في حاجه قبل ما اخلص مهمه جدا. احنا جينا هنا امريكا وبعدين كنا مهتمين ان احنا نعمل الكنيسه عشان الشعب بتاعنا يلاقي كنيسه ويقدر يعبد ربنا فيها. وبعدين اولادنا لما يكبروا بنروح افريقيا دلوقتي عشان نعلمهم ازاي يتعلموا يكرزوا في المجتمع اللي احنا فيه في امريكا. يعني افريقيا دلوقتي هي اللي بتساعدنا عشان نبقى مسيحيين كارزين في امريكا. وان شاء الله الموضوع ده هيزيد لان الكنيسه القبطيه ليها رساله كبيره جدا لان الارثوذكسيه يعني ليها مستقبل كبير قوي قوي في البلاد دي. بس انا خلصت. هو الصراحة يعني هو السؤال الأخير كان تقريبا يعني قدس أبونا ودكتور عاطف دمجوا مع بعض كمواقف مؤثرة وخبرات عملية، لأنه الصراحة في جاي أكتر من سؤال في الشات ومش عايزين إن احنا نطول على قدس أبونا وعلى دكتور عاطف وعلى الحاضرين معانا. ففي معانا أختنا عبير كانت رفع عليها عايزة تسأل سؤال بعد إذن قدس أبونا ودكتور عاطف. عبير Thank you دكتور عاطف. Thank you أبونا. أنا فرحانة خالص إن أسمع من حضرتك دكتور عاطف وقدس أبونا. موضوع الكرازة ده اتفتح قبل كده في كذا كذا مناسبة، كان بيتعمل زي ريتريت أو مؤتمرات، وكان مرة أبونا جيمس عمله، مرة كان أبونا داود لما يجي هنا برضو كان في مؤتمر عمله. وكان الهدف زي ما حضرتك قلت دكتور عاطف إن هو عايزين إحنا نغير المايند سيت بتاع الكونجريجيشن بتاع الشعب القبطي. بس اللي حصل إن الناس بتيجي بتعمل مؤتمرات أو بتعمل إيفنت معين بيقولوا كلام حلو قوي قوي زي حضراتكم بتقولوا دلوقتي، بس بتبقى زي إيفنت كده متقطعة ما بقاش فيها فولو أب، مش بنحس إن في حاجة فعلا منهج ومنهج اتعمل بحيث فعلا الولاد بتوعنا يتابعوا أو بيبقى في تغيير حقيقي من ناحية الكرازة دي. حتى اللي بيروحوا أفريقيا بيجوا فترة كده وبيبقوا متأثرين لفترة معينة وبعد كده بينسوا الموضوع ده. أنا مش بشوف حوالي 40% بيتأثر فيهم تأثير دائم والباقي ما يعني أنا بقول لك يعني لازم كمان كمان الولاد أو كمان خد أنا للأسف في حكيت إن هي تغيير المايند سيت ده في خدام مثلا حتى في مدارس الأحد لما الولاد يقولوا حاجة أو متعليقة حالية علاقة إن هنتكلم في المدرسة على حاجة مثلا الخادم يقول لا احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي في المدرسه، او يبقوا بره مثلا هيصلوا في هيبقوا في بياكلوا في مكان بره في مطعم ولا حاجه ويجوا يصلوا يقوم الكبير الادلت او الخادم يقول لي يعني لا المكان مش مناسب. فالمايند سيت ده فعلا في ناس كتير وخدام وبتخدم اطفال وبتخدم جيل طالع جديد ما عندناش المايند سيت ده خالص، ما فيش الانفتاح كده والجرأه ان الواحد فعلا يجاهر ويكرز بإيمانه ويجيب فعلا الناس للمسيح. مش عارف في تحديات يعني. خليني أقول حاجتين يا عبير على إذنك. يعني شكرا لمداخلتك حلوة قوي جميلة جدا. بالنسبة للشق الأول تاني هرجع تاني لل that's what we do at SALT إن إحنا we always have programs to follow up. يعني نشكر ربنا الصيف اللي فات حتى لو إحنا ما خرجناش برا وعملنا ميشن لكن كان في أكتر من 5-6 لقاءات مع ناس كلهم missionaries. وأول واحدة منهم كان مع الأنبا بولس وأثين كان في 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 مجموعة كبيرة من شيكاغو كانت joining us يعني. فذاتس يعني بليز هبعت الويب سايت بتاعنا في الشات هنا هوت. وي اولويز هاف يعني برنامج سواء ان احنا نخرج بره نخدم في 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 في, في, في ميشن ان ذا فيلد او برامج يعني متابعه فولو اب هنا هوت من خلال حتى الويب سايت بتاعنا نفسه خلال فيسبوك خلال انستغرام بنعمل حاجات معينه لقاءات. في بنعمل دلوقتي مثلا
بروجرام حاجه اسمها ميشن جراوندز جاست سمول فيديوز 4 5 مينتس بي كيپينج المايند سيت بتاعه الميشن في الناس دي كلها. ف يو ار ذا سولت دوت اورج لسه بعته دلوقتي بليز يعني شجعوا الناس كلهم تو جوين تو فولو اس something that's very نشكر ربنا يعني مهمة جدا. تاني حاجة زي ما كان لسه دكتور عاطف بيقول ان احنا ان لازم نستغل وانفست في الناس اللي طلعوا ميشنز قبل كده. الفكر بتاع ميشن مش سهل وكلنا تهاجمنا فيه وكلنا قلنا يا عم طب ما تروح تدفع فلوس اكتر وخلاص، ليه هتروح وليه هتاخد مجموعة وليه هتاخد كده، ابعت لهم شوية فلوس وخلاص، ابعت فلوس لهنا لهنا لهنا. الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع مش موضوع ان احنا بس بنرمي لهم حاجة، الموضوع ان احنا تاني بنغير ولادنا من خلال المواقف ديت. فلازم تنفست ككنيسة، تنفست في الناس اللي عندها الخبرات ديت من الشباب نفسه. في شباب كتير، أنا أعرف شباب كتير معنا من ولايات كتيرة طلعوا أتليست 3 أو 4 رحلات معانا. فلازم نستغل الشخصيات ديت ونبنيهم ونكبرهم ونديهم مسؤولية ونديهم ثقة إن هم دولت to be honest with you. ناس كتيرة من الـ من الـ من الناس القديمة مش هيتغير الفكر بتاعهم. يعني let's be يعني صراحة مع بعض وديركت مع بعض. في ناس كثيرة مش هتغير الفكر بتاعهم دوت عشان يقبلوا فكر ان احنا هنروح عمل ميشن هنا هوز ونعمل كذا وكذا وكذا كذا، مش هتغير. لكن نشكر ربنا احنا بقالنا شغالين في الحكاية ديت، دكتور عاطف ربنا يديله الصحة ويكمل واحنا كمان نفس الحكاية نكمل في at least يعني worth 10 years almost. ناس ابتدت تخدم وابتدت تروح وتختبر. عمرك ما مهما جيت وحكيت اللي بيحصل في الميشن عمرك ما توصل الفكرة زي ما حد راح وشاف في الأرض الواقع. عمرك مستحيل مستحيل. لكن لازم نختبر ونستخدم الناس اللي راحت ديت يعني نلمحها ونعلمها ونوضبها بحيث هم يبقوا leading الفكر دوت. ونشكر ربنا أسابونا مور أسابونا حنا أبونا أسابونا ديفيد كلهم عندهم الفكر دوت، فكر رائع ولازم نستغله. نفس الحكاية مع أبونا ثيودور وسانت ماركو كلهم الحقيقة. فلازم نستغل الفكر دوت إن احنا ناخد الناس اللي هي طلعت قبل كده واختبرت وداقت واقتنعت ونقول لهم هم دولت اللي هم لازم يقودوا الفكر دوت والحركة ديت في أمريكا هنا. شوية شوية كل حاجة هتحصل. خلي عندك إيمان ورجاء. حاضر. سؤال جاي لي على أنا عارفك من صوتك. أيوة أنا عارفك من ضحكتك وبششتك يا دكتور عاكس. يا أنا عايزة تسأل سؤال صح؟ Yeah, can we after this one please you Diana. كان في سؤال جاي لي على البرايفت شات لما كنا بنتكلم على ان احنا وي ابروتش الناس مثلا بطريقه بالالحان الطويله او بالكالتشر بتاعه كنيستنا القبطيه. ففي حد في التوقيت دوت بعت لي سؤال بيسال ينفع ننفذ الكلام اللي بيقوله دكتور عاطف مع الاجيال الجديده المولودين هنا لأن بصراحة خلقهم ضيق للألحان الطويلة ولا ده تفريط بالعقيدة؟ لأن بصراحة العيال المولودين في مصر متعودين على الضغط في المدارس وفي حاجات كتير، لكن العيال المولودين هنا بيدلعوهم في المدارس ومترفهين وبنحاول فعلا كتير، بس احنا خايفين نضغط لأن الحياة هنا مفيش ضغط. أنا قريت السؤال زي ما هو محطوط. أنا سمعتش كويس. أوكي. لما كنا بنتكلم على approaching الألحان بالألحان وإذا كانت دي طريقة إذا ما تنفعش للناس اللي برا. السؤال بيسأل طيب How about برضو نفس الأسلوب ده يكون لولادنا إحنا ولاد الكنيسة القبطية المولودين هنا بأنه خلقهم ضيق ومش بيستحملوا الألحان الطويلة أو كده هما مش ضغط على حاجة، اللي عايز يذاكر حاجة يذاكرها، اللي مش عايز يذاكر حاجة ما يذاكرهاش، ما فيش فهل ده أسلوب ينفع معانا أولادنا إحنا ولا ده يكون تفريط؟
نعامل كل واحد بما يناسبه. أنا لعلمك يعني أحفادي لما تيجي في الكنيسة تقول وعظة بالإنجليزي وفيها كلمتين في العربي في الوسط, they get totally distracted, they don't understand anything. ده نمرة واحد. نمرة اتنين الألحان. مش كل واحد في الدنيا يحب يقعد يسمع لحن for so long. ده للأسف بنقول الألحان هنا أطول ما هي موجودة في مصر, وكل يوم يخترعوا حاجة جديدة في الألحان. يا عم بالراحة على الناس. يعني أنا أكتر واحد أحب الألحان and you know this, لكن في نفس الوقت لازم أشوف الحاجة اللي تناسب دلوقتي. ولادنا أو تربوا معانا وأحفادنا هم مش هنا خالص, دي كلتشر تاني خالص. يعني أنا لازم الكنيسة بتاعتنا تبتدي تفكر في الموضوع ده. جايز قوي في المستقبل يبقى فيه قداس للناس المصريين اللي عندهم الكالتشر المصرية, وقداس تاني هم الألحان دي اللي عملوها في العصور اللي فاتت. مش عملوها للمصريين ولا عملوها للأوروبيين. كل واحد ليه الكالتشر بتاعته, مفروض يبقى لينا تفتح بحيث ان احنا نخلي المشاعر بتاع المصلي ترتفع للسماء. الحنة بترفعني انا للسماء. افرض واحد مش يعني ما هيش دي الاسلوب بتاعه, يعني شوية نغير. المهم اي حاجة بالتدريج, واي حاجة ما يكونش فيها جدال كتير. يعني الواحد مش ريفوليوشن ايفوليوشن نيفولف تبع الاحتياج. الموضوع ده شائك انت عارف الكلام فيه. انا ما اقدرش اتكلم, اللي اتكلم فيه الكنيسة والأساقف, بس احنا نقول له. لان الكلام كمان اللي اقدر اعمله هنا في شيكاغو ما اقدرش اعمله في بلد تانية, وانت تعرف كويس الحكاية دي. فالمرونة في التفكير. تمام. احنا معنا كمان يوليانا. يوليانا is a high schooler, يعني بتحب تحضر معنا الـ Arabic Bible study and always have very nice questions and very thoughtful كمان. يوليانا, please go ahead. Thank you, Henry. Hi, Abuna Jacob and Abuna Moros and Uncle Atif. My question was about something I saw in the news sometime this year. At a girls' school, they put up pride flags for the LGBTQ plus community. And the girl responded with putting verses against that group on posters, and she put those posters on the lockers in the school. And the news article said that the girl was like, she got detention. So my question is what the girl did too violent or too aggressive? Feel free to answer in Arabic. That's a very good question and very much needed, because what's, you know, it's a little bit of a kind of like more on a side note, but it's it goes along with our role in Kraza and in evangelism and what's our boundaries and everything. And I think Injil Demani علمنا how to be wise and how to act in a wise way and how to avoid the discussions that will not lead to anything. So, for example, if I'm asked personally, what's your opinion? I will say, what's my opinion, right? But if I provoke the people by doing something that just to show that I am protesting such thing, I don't think it's very wise. Tani, bimaana tani, if you know, if
if I am invited, not as a priest, as anybody, invited to a wedding for homosexual, you know, same-sex marriage, right? Invited to. I don't think that we should go, because going there, that stays and states that I am actually agreeing with that, right? But in the meanwhile, you know, I am not in a position to tell them that, or to come in front of everybody and said, you are wrong, this is against this and this and this. If I'm asked, I will say my opinion, right? But in a situation at work or at school or something, we are all exposed to such thing. Part of the evangelism and part of sharing the message is to say my faith, but also within the what I can do and the purpose of that. By saying something like this, am I going to change anybody or not? Right? Am I going to actually have a positive impact or a negative impact? Again, if it's somebody that's very, very close friend of mine, for example, and I know that they are getting away or getting shifted and drifted into same-sex attraction, it's my position to talk to that person as a very close friend. No, you know what we should do? You know what? Let's talk about it. Let's think about it. Let's pray about it. But just to come up as a figure to protest and start to put flyers and kidahawat, I think it defeats the purpose. I don't think it touches the thing, and it takes the whole argument into a different level, away from the spirit of this. If I'm asked about it personally, I say my opinion, but what's the purpose of doing something like that? Abuna Mur'us, feel free to add anything, or Dr. Atif. You're correct. Provoking is not very wise, not very good. But to show love to everybody, that's good. واحنا مش بتوع خناق ولا بتوع ده القانون. هل أنا بروح لكل واحد who is living with another woman without marriage and telling them, this is wrong, why you do that? وأعمل flyer. It's the same. هو ما هو ده زنا وده زنا. كله كلام فاضي. كل ده is not very good. Is sins. إنما why do I target this now and make a big issue right now? يعني it's provocative. ما لهاش أي معنى زي ما بتقول قدسك يا أبونا. وانا كنت وعدت اني مش هتكلم بس يعني من قدسك ابونا جيكوب قلت يعني لا طبعا اعتقد انه زي ما قدسك قلت يعني انه بنتكلم لما يكون في علاقه شخصيه ما بينه وبين الشخص مثلا ووداع وخوف يعني ان سبق انسان واخذ بزله ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا الى نفسك لالا تجرب انت ايضا يعني برضو مهم قوي انه وانا بقول لحد اي حاجه انا بشعر ان انا اكثر خطيه من اي انسان اذا كان بولس قال ان هو اول خطاء فاعتقد انه دي نقطه اساسيه لكن لما يطلب مني اقول بكل برضو بتاني بوداع وخوف ناظرا الى نفسك لالا تجرب انت ايضا الحاجه الثانيه بس انا اسف يعني السؤال اللي قبله على حكايه القداس انا أقول أنا شفت أبونا تدرس يعني وأبونا تدرس اتعودنا أنه القداس ما يبقاش فيه حتى بنتكلم ما بتكلمش على مستوى الكرازة بتكلم حتى للولادنا اللي جوا الكنيسة أن القداس ما يبقاش فيه سرعة تحسس الناس أنه إحنا مش بنصلي إحنا بنكلف ولا في نفس الوقت بطء يبقى ممل فالقداس يبقى نشيط ويحترم طاقة الناس وإمكانياتهم الألحان تتقال بشكل جماعي يعني يا إما بشكل جماعي يا لأ وعشان أطالب الأولاد أنهم يحضروا ويسمعوا الألحان لازم أكون علمتهم أقصد أنه المسألة لازم تبقى منظومة متكاملة أنا مش بتكلم هنا على الكرازة لكن أنا بتكلم على حتى أولادنا والألحان الحقيقة أنا بلاحظ تأكيدا اللي أنت قالها دكتور عاطف أن القداسات هنا أطول من مصر أنا خدمت هنا مصر القداسات هنا أطول من مصر لا عام مش قادر افهمها ازاي وليه ايقاع القداس في مصر اسرع من هنا
إذا كانت مصر الأصل مش عارف مين أمريكا بقت هي الأصل. إحنا أطلنا ويعني نشكر جدا أبونا زيكو والدكتور عاطف ومدام فريال على محبتكم وعلى الخبرات الجميلة، وأعتقد أن الموضوع محتاجين نتكلم فيه أكتر وأكتر، لأنه محتاجين نهيئ نفسنا ونهيئ شعوبنا. والحق يتقال نقطة أخيرة، على قد ما ممكن نكون بننقد نفسنا شوية، ولكن الحقيقة أنا بحس أنه أحياناً لما بنفتح الباب للكرازة ولناس من برة، أنا بحس أن أحياناً الناس بتاعتنا بتبتدي تتقبل الجديد. أنا بتكلم عن حاجات شفتها في كنيسة العذراء، مش بتكلم عن كنيسة العذراء أنا فيها، لكن أنا بتكلم بشكل عام. إنما المسألة محتاجة تهيئة ومحتاجة عمل مستمر في هذا الاتجاه. بكرر شكري لأبونا جيك والدكتور عاطف ومدام فريال، وشكرا يا هاني على يعني إدارتك الجميلة للحوار. أبونا جيكوب لو أتسك تصللنا بعد إذن أتسك تختم الاجتماع. Thank you أبونا، شكرا على الفرصة الحلوة دي. أي شيء. شكرك يا رب يسوع على كل حال، ونعمتك يا رب على عملك معنا، على سنة جديدة تدهلنا يا رب، ونسلمك يا رب حياتنا كلها في كل شيء يا رب. اسمح يا رب أنك أنت تقود كنيستك، أنت يا رب اسمح أنك تستخدمنا يا رب زي ما أنت قلت يا رب، ملح الأرض يا رب، نور العالم، أنك نكون يا رب على صورتك يا رب، على شبهك يا رب، ان احنا نتحرك يا رب، عارفين يا رب ان احنا نحضرك يا رب الى كل شيء يا رب. اسمح انك انت يا رب تخلينا نستخدم يا رب الجمال كنيستنا يا رب اللي انت اديتهولنا وحافظتنا عليه، ان احنا نجيب الناس يا رب، نشارك يا رب الناس في 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 كل شيء انت تديهولنا. بارك يا رب على خدمتك في كل مكان يا رب، على كنيستك في كل مكان. اسمح انها تكون دائما يا رب منارة يا رب، تجيب يا رب وترشد يا رب، تنشل الناس يا رب من ضعفهم يا رب، تكون السفينة يا رب اللي انت يا رب عودتنا عليها يا رب، وعلمتنا ان الكنيسة هي سفينة يا رب، تنشل الناس يا رب من العالم يا رب وطيارات العالم. بارك رب خدمة صابونة يا رب، بارك رب في كل شيء، منطقتنا كلها، خدمتنا كلها يا رب. اسمح الكنيسة دي السنة دي كلها يا رب تكون لمجد اسمك يا رب، لأجل جميع قدسيك يا رب العذراء ومارجيرس، دمك مسوك على الصليب يا رب، صلاة أبي. اسمعنا أقول لك يا أبانا الذي في السماء، تقدس اسمك، يا اسم ركوتك تكون كما في السماء، لكنك يا تفضل يا ابونا صرفنا بعد تبارك. اشكركم جميعا على المساعده، صباح الخير كله. شكرا يا ابويا، وشكرا دكتور. ربنا معك. سلام.